Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. وبالتالي فسنمر مباشرة إلى مناقشة ما تم سماعه من مداخلات وهناك مقاربة أمة أني أخذ جميع الأسماء المتداخلين وأقيم لائحة للمستخدمين أو يستخدم المهملين ثم نستمر إلى أن هي الوقت المخصص لهذه المناقشة وربما حتى أعتقد الواحدة ربما عندنا وقت نصف ساعة تقريبا للمناقشة. طيب نبدأ بطول المتداخل إن سمحتم. السيد الرئيس وشكرا للزملاء مداخلتهم القيمة. طبعا كاين تقاطع حول الوزاني الليبرالي والوزاني اللي عنده مسافة وسطى ما بين الليبرالية الماركسية. سؤالي للأستاذ معروف، معروف أن الكتاب تاع واحد المترجم لأنه كان في سجن في جزرته هو الكتاب الوحيد اللي كان عندي. إذا كاين شوية من نوع من الإجحاف عند الفكر الليبرالي الوزني يحصر فقط في هذا الكتاب. فلذلك كنت أنتظر وأعطي السؤال المطرح. الروافد العربية واضحة تعطى عليها الأمور، ولكن المقال في باريس والدراسة في باريس كنت أنتظر يعني غالبا كاينين من دراسة على من واش ريموارو ما علاقة ذاك الوقت بسارت والمفكرين اللي كانوا موجودين آنذاك في باريس وكان النقاش حول الديمقراطية والليبرالية وخصوصا هذه المقابلة ما بين الليبرالية والاشتراكية. دونك هذا المقام في باريس هو ما درسه لأن هو الأغنى خصوصا أعرف في العمل ديالي أنه استوعب كل التراث ومنظومة قيم الفكر صاحب التراث الفرنسي على أساس أن هذا أهم نظر. هل هذا كان أهم من وات؟ أم وات هو السلام عليكم. محمد رافق الصحفي. سؤالي موجه للاستاذ المعروف. اود ان اتنبا في بعض الشروح. واحد المصطلح انا اعتاد اتباعه ديالي اول ما كنسمع هو الانظمه او الدول المتنقله. هل المصطلح هو من ابداع محمد حسن الاستاذي او مستعار من جهه في الحكومه؟ هو كاين سؤال اخر هو احيانا كتكلم مع المنكا وكاين كيقول لي السجن. لما تقول الاستاذ كريم سير كان كيعتبروا سجن هذا كيف كانت عملوا الكردوش كيف كانت تزرق بعض الوطنيين. اشنو الفرق بين المنفى يعني الناس اللي كانوا مفيدين واللي كانوا مسجونين الوطنيين في هذا الجانب؟ شكرا. نعم السلام عليكم. محمد البارح جميل الشهور استقبال أستاذ متقاعد حاليا عضو مجلس الوطني للطلبة تضامن الجامعة المغربية وهي مرتبطة أيضا بدفاع الأجزاء المجتمعية عبر الوطن. محمد حسن الوزاني لا ننسى أنه في الأجزاء ما كانش عنده كنعرفوا على انه كان ضعيف في الدين ولكن في الالتزام انه درس القران الكريم دراسه معمقه استطاع ان يلخص جزء عامه حزب عامه
وسبير أنه شرح مصطفى درمان على مدارس. محمد بن حسن الوزني كان أقوى منه كان فرنسا. جاب ديمقراطية. ولكن في إتزان في المنفق خرج منها بكلمة واحدة وهي الشورى. حتى الحزب أسس من الماء أراد أن يؤسسه أسسه حزب الشورى. لكن الزملاء والأصدقاء قالوا لا نحن نريد الاستقلال نريد عفوا الاستقلال. فقالوا فاتفقوا على حزب الشورى والاستقلال. تقدر بكلمة الشورى. وكذلك الكلمة استمدها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم شورى بينهم. في الجريدة ديال الرأي العام دائما كنجبروا تحت من الرأي العام أمرهم شورى بينهم. كلمة ديمقراطية أنا عايشت كثير من الشوريين الله يرحمهم وباقي منهم هاد الحاج حمزة وبعض الناس. ولكن الديمقراطية كانت وبالا علينا في حزب الشورى والاستقلال. وأعطيكم مثال بسيط. حزب الآن موجود جمع حزب الشورى والاستقلال كانوا ما يفوق 30 أو 40 واحد كيتفقوا على واحد المبدأ خارج. ومن كيجيو عندنا المقام كيقول لك نديرو الديمقراطية. حنا 6 ولا 7 ديال الناس وهما يد 40. إلا قدمنا إلا فضلنا الديمقراطية اللي بغينا نديروها فالتصويت شكون اللي غادي يغلب؟ ولكن الشورى عند محمد بن حسن الوزني تداول الأفكار تداول الآراء. انتقل واحد الكلمة عند محمد بن حسن الوزني تأثر بالقومية العربية. سيدنا فارس بنتي مثلا التأثير ديالو في مصر الأستاذ سي إقبال بالبعث حزب البعث وأنه كان زميل شكيب أرسلان. فحزب الناس اللي استمدوا اللي غادي يخرج حزب الاستقلال أنهم كانوا كيسميوه الحركة الوطنية. وعند محمد بن حسن الوزني الحركة القومية. وهذه الكلمة حتى الكتاب الذي ألفه وهو صغير عندي نسخة منه الثورة من الأعلى والجماهيرية. هذه مصطلحات كانت استغلوها الخصوم لاتهام محمد بن حسن الوزني بأشياء كثيرة. أنه يريد الجمهورية وأنه يريد الثورة من الأعلى أنه يريد أن يسيطر كذا وانثوروا على نديروا ثورة على الناس اللي في الأعلى. وهو العكس كما جاء به الأستاذ أن الثورة للدولة تقوم بالإصلاحات وتهتم بالشعب لربح الوقت. شكرا. شكرا شكرا لكم. أولا السلام عليكم. اسمع تحضير الصغير الإنجليزي رئيس لجنة التراب تواصل القرن 95 عضو سابق في حزب الشورى والاستقلال عضو سابق في اللجنة الوطنية في حزب الشورى والاستقلال. لنا مرض حقيقة اسمه عبد الحسن الوزني الرجل الذي مارست معه عدة جلسات وكان ذاك الجلسات في أيام سبان أيام طفولتي كنت في ثانويات بن كيران وكانوا حيث كما قال حزب الاستقلال يحاربوا أفراد الشرطة ماذا يقول تريد لكن أدبيات أخلاقية اللي كانت تحكم مع عبد الوزني من حينما كان جالسون كشباب كانت يعطي واحد الغرض اللي هي الواقع صار على المستقبل. لكن نقدر نفضل يلزي منا هو تنسلوا لبعض الأشياء من عند الأساتذة المحترمين وتذكرهم في الدفعين على ما سمعنا منه من آراء وأفكار الليبرالية ديمقراطية وديمقراطية التشاركية وديمقراطية إلى آخر الديمقراطية. أنا ما قلت ديمقراطية أنا قلت ديمقراطية واضحة بكثير. ولكن زي ما محمد حسن الوزني قال واحد اللفظ اللي هو حقيقي واللي هو تحقيق واحد قضية الحوار
قال بينا حاول نعاورك بواحد الطريقه قال بينا المستقبل بسلامه. شكرا السيد سيد محمد. أتدخل حول مفهوم الليبرالية، لأنه أظن بأنه نتكلم عنه كأنه فكر متجانس في هذا، لكن في حق الأمر هناك أنواع من الفكر. قلت على أنه نتكلم عن الفكر الليبرالي كأنه فكر متجانس. في الحقيقة هناك عدة اختيارات ولكن حساسيات الليبرالية وفي الفكر الليبرالي. يمكن أن أقول بأن هناك فكر يحمل مبادئ الليبرالية بدون ليبرالية، مبادئ ستصبح فيما بعد مكون للفكر الليبرالي. مثلا نأخذ مونتسكيو ومبدأ فصل السلطة، سيصبح مبدأ من الفكر الليبرالي، في حين أن مونتسكيو ليس ليبراليا كمفكر. هناك ليبرالية نخبوية غير ديمقراطية، فردانية بمعنى الكلمة وفي عمق الفكر الفرداني، ولكن لا تحمل فكرا ديمقراطيا. مثلا الليبراليون مثلا اسمح لي مع التعب، المهم غادي نرجع نرجع فيما بعد نذكر الاسم ديالو. هناك فكر ليبرالي الذي يحمل الاهتمام بالوضع الاجتماعي الى حد كما في المداخلة، الى حد ان هناك تقارب مع الفكر الاشتراكي. مثلا جون ستيوارت ميل في اواخر حياته فكره اصبح اكثر اهتماما بالوضع الاجتماعي بجانب تدخل الدوله الى اخره في وضع حد للطبقات الاجتماعيه الى اخره. وديبوايت يبدو انه داخل في هذا يمكن الى حد ابعد، ولكن ما نقدرش نحكم من جسوبي، ولكن هو يحمل هذا الجانب. واخيرا كاين الليبراليه الراديكاليه الى حد التي كنعرفوها الان في امريكا ومع الموديزاسيون اصبحت اكثر انتشارا. اظن بانه لابد ناخذ بعين الاعتبار هذا الديفيرونس والليميونس حتى نتمكن اذا كان من الممكن ان نضع فكر سمح لي المدني في خانه ما، اذا كان ممكن ان نتكلم على واحد الخانه نصنف الى اخره. يبدو انه اختياره لديبوايت ياتي في ماشي غير صدفه، يمكن كان كتاب واحد اللي كان، ولكن اظن بانه كان يحمل واحد الهاجس اجتماعي وهاجس دور الدوله الذي جعله انه يجد فيه المعبر عن افكاره. اظن محمد حسن وزين في طور المخاض الوطنيه كان عنده لا كونسيونس دور الدوله في التطور. هذا الشيء كامل باش نجيو واحد الخلاصه والاشكاليه وكنطرحها في الحقيقه، لماذا هناك صعوبات ترسيخ الليبراليه في المغرب؟ يمكن ان نقول الحقيقه اننا عندنا ليبراليه بدون ليبراليه، عندنا ليبراليه بدون ليبراليه، كما قال واحد ديمقراطيه بدون ديمقراطيه، اي هناك قناعه ببعض المبادئ التي اتت بها الليبراليه، كما نقول مثلا حقوق الانسان، الحريات، الصحافه الى اخره، في حين ان
لاسيز تماما القاعده ديال الممارسه لا قبل القاعده ديال اللي كتبني القناعه في واحد النوع من التصور حاليا الليبراليه غير موجود. لهذا في المغرب احنا عندنا بزاف ليبراليين بدون ليبرالي عندنا زعما هو اظن ما نقولش بان سي محمد الزاني هو بالعكس اظن بانه صعوبه فهم الزاني هو انه بالضبط ليبرالي بقناعه في مجتمع غير ليبرالي بقناعه. اسمحوا لي قلت باقي شويه ان بو كنخوف ولكن غير بوغ نعطي واحد الصوره. لا سمحوا لي ما عطيتش الكلمه للسيد حمزه الامين. نعم تعلق شيء على ما قلت هو متعلق حتى يعني غموض مصطلح الليبرالية أو الأمبيتي لأنه لما نتحدث عن الليبرالية نفكر أولا في مجتمعات معينة ونعطي الولايات المتحدة الصفة أن الممثل يعني الأمثال للليبرالية لكن الولايات المتحدة الملاحظة الأولى الليبرالية عندهم تعني الفكر اليساري الليبرالية تعني عندهم اليساري وعندهم الفكر الفكر اليميني هو المحافظ المحافظين والليبراليين فرق بين الأوروبيين الذين يرون في الليبرالية هم اليمين والشراكيين الشراكيين اليسار بمعنى الشراكية الآن يعني أحزاب الشراكية الديمقراطية تؤمن بالليبرالية السياسية ولكن بالشراكية الاجتماعية يعني الليبرالية السياسية نعم الليبرالية الديمقراطية الليبرالية الاقتصادية لا تلميذهم حزب الشراكية هكذا كان يقول الليبرالية السياسية لا حد لها ولكن الليبرالية في الاقتصاد لا أو محدودة بالعدالة الاجتماعية ودور الدولة وتدخل الدولة إلى آخره. يعني هذا هو هذا الغموض الذي جعل بأن المثلثين تبع الليبرالية تقريبا هي مفهوم عندنا مرفوض تقريبا مرفوض لأن فيها الغموض. نفكر دائما جانب أولا الأصل للدول الغربية المستعمرة ثم الاقتصاد الليبرالية الاقتصادية المتوحدة الشائعة وفي المغرب فعلا الليبراليين يعني لما تحدث عن الليبراليين يفكرون في الليبرالية الاقتصادية ولكن على المستوى السياسي لا يؤمنون بها. هذا هو الإشكالية عندنا بغينا سيدي الحرية الديمقراطية اللي هي الحرية الاقتصاد عطينا متوحدين الشائعة نعملوا ما بغينا ولكن في السياسة لا نخليو كاين ما بغينا شيء ما بغينا الليبرال بغينا حقوق ما بغينا والو تيقول انا هضرت في مرتين كثيره في يناير الماضي كنت وزاره المساء انا ماشي مع 11 يناير مع 29 يناير 11 يناير قدم حزب الاستقلال الوثيقه وكان خصها تكون واحده واحده من مركز زميل عند زايد المطالب في الليل مشى معاه وطلع عند دار بلافريج باش يوقع معاه قال لي غدا راهي خارجه للدار الرباط والغد تتفاعل مع 11 النهار الله يهديكم أمور واضحة. قدم حزب الشورى 16 لا تذكر لا تقرأ لا يسمع واحد هذه واحد. ثانيا الوزاني ماشي على الديمقراطية الإنسانية أعطيكم أسرار أنا رزيت في 35 ودخلت حزب الشورى الاستقلال 22 مارس 51 عندي 18 عام حزب الشورى تأثر في وزارة الترعية العام وديك ديال المدرسة تبعتهم الناس عمر خطاب والفرادي علي طيب خذ غمارة حق حيث كان وتأثرت بها ولكن جديد على راسي لكن بالنسبة للدنيا لكن بالنسبة للأخيرة أنا فرحان. علاش؟ الآن عندي 86 عام عمري لا أملك إلا 100 متر بما شقى باش دركتها لولادي
تحكم. لماذا؟ نعطيكم مثال. أنا أسست مدرسة حرة في 53 ومدرستي راه درت سيفت الدكتور دفري طالب أطروحة وعطيته راه تعود مراكينة زرقا 11/83 مدرسة المجانة اللي أسست 53 كانت هي مقر حزب الاستقلال للمقاومين والوطنيين في درب السلطان وتوليت أمانة من 16 أبريل 1954 حتى الجمال 55 تعتقلت وأطلق سراحي بعد 13 يوم فقط. لماذا؟ كنت كنعطي الشرقة ورجل أمين أمريكا 1500 درهم كلها وسبت 40,000 مرخات الدار البيضاء حاج صغير كان عند الحي محمد وحنا كان عندنا عام المسيح كتخرج 4,000 في الشهر سبات الدار 5,000 درهم 300 ديور في الشهر. والوزاري لما تعتقلت تصل الشرقاوي وقال هذا انا باغي ندير المذكره ديالي ما السياسيه ديالي غادي نسميها الروبيني هذا الجا هكا. لماذا؟ الشرقاوي اتصل بالسوداء في باريس قلت له مسك التحليل قال لي كاسات السوداء مطلوب السكتاري في باريس باش يعيشوا عندي برلماني صاحبي تما فرنساوي كيعطيه وانا كنعطيه العائله ديالنا عيط لي السوداء تيبو قال له راه الروبيني تسد الشيء اللي كيعطي الفيزا راه بالحبس بالسود الذكاء ديالو ولكن السفر ماشي يقول الحق واش شرفتي سير عند الشرقي بعد بالسود الطرق مقاومه بيجولي قال له حنا ما شاركوش في المفاوضات المقبله ديال التسليمه كتخي بقي الشهر قال علاش؟ قال لي احد عطاه الوفد في الحبس عليا انا وانا ما عندي علاقه انا ما عنديش فرنسيه انا كنت عندي فرنسيه كنا متسافرين على الاقل القصوى ولكن قطع وحده والله يشعر بها مزيان اختار غلط واطلق سراحي ونادى علي الكوميسير بالمعارف اسمو جون حافظ جامون جان قال لي اسمح لينا انت راجل مهم ما قلتيش لينا غادي تمشي بحالك واسمح لينا وطلق سراحي وعيط لي الشرطي بعد 24 ساعه قال لي وخسروا لي عاودي ثاني. هذا من جهه درت مدرسه 53 كانت مقر ديال الحزب الاستاذ السيد الرئيس الجلسه ما خديتش المنحه واللي كيقروا معايا معلمين كيعطيو 700 درهم داروا مدارس 70 في 55 واخذوا المنحه انا شوري ما ناخذش المنحه كانوا كيعطيو 1000 درهم لكل قسم السنه وانا ما ناخذهاش لانني شوري وبيني وبينك تعرض عليا نمشي مع وطن السوداء في الاتحاد الوطني للحرية الشعبيه ناخذ المنحه ورفضت. لماذا؟ ما بغيتش نمشي عند واحد انسان واحد الجماعه اللي كتحط الديمه ديال يقول لك واحد القضيه الوزاري لما رجعت يقتلوا فينا 56 كنت عارف واشي الشاكع راسي وما كيفاش انا خوت تعرفوا نخرج وتعرفوا هنا مشي انا نخلص الغدا مثلا ولكن واقع يقولوا لما بدات يخطفوا فينا قتلوا فينا نقول لكم خبر تعرفوا المدير العام اللي كان في المغرب محمد بن المقيت كان عنده الشرعي عاد الشرعي محمد بن المقيت رحمه الله كان مدير عام الحزب ومعاه عبد القادر الهلال كان محكوم 50 الحبس مشاو 56 عند الوزاري وطيري خص الناس يعرفوا هادشي طيري في طنجه قالوا لي ردوا بعد حاولت تقلع معاه قتلوا زيد وقتلوا لي عمر قال لهم لا انا كنتبرى منكم تكون حرب اهليه وحنا نموذج ثقه افريقيه هذه من حسنات الوزير خصك تعرفوها حاجه اخرى ابراهيم الوزير يتحكم لي الاعدامية بالحمايه ولم يعدم 56 اختطف ومشى جرب ريشه وتزاد فيه الاظافر ديال رجلو من القات. نجيكم حاجه اخرى العنصريه المهنيه متفق معاكم عليها زياره وفد طنجه بقات حاجه اخرى شنو هي؟ ضربت لكم مثال بالوزاري ما بغيتش نزيدكم لانه غادي نصدعكم وغتقلقوا عليا. الكلمة اللي كانت الدكتورة واحد الموسم يعني نشكر الأستاذ ديالنا الرئيس ديال الجلسة السي المعلمي الأستاذ جفاري والأستاذ إقبال على المشاركة ديالهم بالصوت نعم داكور كنشكر الأستاذ الأخير الذي قام بالتدخل ديالو اللي كان من الممثلين ديال الحزب الثورة والاستقلال في المغرب كنشوف صراحة ديالو وديك التلقائية ديالو وديك السونتيمونت اللي هضر عليه الخيل الأخير سي عبد الله الوزناني اللي قال عليها وبأننا نحن أصحاب اليوم
ماشي صحاب البارح، ولكن البارح كيأثر على اليوم وعلى غدا، لأن كناخذوا منه عبرة وكناخذوا منه مواقف. وحنا جينا اليوم باش نناقشوا ماشي غير الفكر وراه الراهينية ديال الفكر الراهينية ديال السي محمد حسن الوزني، ولكن جينا باش نناقشوا سي محمد حسن الوزني كإنسان كما قال واحد من الأشخاص المشاركين، لأنه إنسان كيورينا الفرق بين اليوم وبين البارح. كان إنسان مناسب في الوقت الغير المناسب، وقعنا نشوفه في المكان غير المناسب، لأن الناس الآن كيمثلوا أحزاب ماشي في المستوى ديال سي محمد حسن الوزني، ربما كيمثلوا أحزاب اللي هي في الشرع ديالنا وفي التصور ديالنا جات باش تأثر المواطن، ولكن هما في الأصل ما الناس ما جاوش كيمثلوا هذه الأحزاب، كيمثلوا روسهم. والحزب اللي جا باش يأثر جاو الناس ماشي بلاصتهم، وقابلنا بواحد السياسة مخدوعه ولا يعني فيها شغب وفيها نوع من يشوفوا أشياء. ولهذا كنقول بأن سي محمد حسن الوزني كإنسان وكمثال ناشطين اللي غيجيو باش ياخذ المسؤولية السياسية في المغرب، وباش يمثلوا يكون كيمثل واحد الحزب، وباش يمثل الشعب يكون بحال سي محمد حسن الوزني. وشكرا. شكرا شكرا. كده وصلنا إلى الحلقة. تنوجه التحية ديالي للناس اللي نظموا هذا اللقاء بمناسبة ذكرى وفاة المرحوم حسن الوزني. شخصيا انا لسوء الحظ ما كناش نعرف الفكر ديالو، يلا مؤخرا تعرفنا عليه. الاسم ديالك باردون عبد الرحيم بورغوت، مدرس لغه فرنسيه. انا اللي عجبني في الفكر ديال حسن الوزاني هو الشخصيه ديالو الاصيله، الاناقه ديالو، الصدق الصدق ديالو اللي حسب ما سمعت في المداخلات ديال الساده المتدخلين. فهذا وانا بغيت ناكد على مصطلح الراهينيه. الراهينيه ديال بالنسبه لي ديال الفكر السي حسن الوزاني باقى هي لحقاش هو ناضل من اجل واحد المجتمع رقي متحضر، ما يكونش فيه منتشر فيه الفساد والفوارق الاجتماعيه الصارخه، وهذه المسائل كلها اللي نادى بها السي الوزاني بقى منتشره حاليا. لهذا ما احوجنا لهذا الفكر ديال هذا المناضل الكبير باش يستوحي هاد الناس اللي داخلين دابا مثلا في الحزب، تانا في المشهد السياسي، هما كائنات حربائيه تيجي يدخلوا العمل السياسي باش يعمروا الارصده ديالهم، ما عندهمش ربما الا ما تنقولش على كلهم، ولكن الاغلبيه ما عندهمش هاد الثقافه ديال وهاد العفه ديال هاد الانسان المرحوم حسن الوزاني. وشكرا. شكرا. نمر الان الى الوجود الاحزاب السياسيه التي تسلط في المرحله الاولى على ايديولوجيات. بالنسبه لي انا السبب اللي خلاني نشتغل في هذا الموضوع هو كيفاش تبنات الايديولوجيات الحزبيه في المغرب، وكيف هي التفرقه ولا التوزيع الذي معروف عندنا دائما، حزب الاستقلال وحزب الوحده المغربيه في الحمايه جوج سلفيين، والحزب الشيوعي المغربي راه حزب شيوعي باين من الاسم ديالو، وكاين الحزب اسمو الشورى والاستقلال وحزب الاصلاح، هادو جوج ليبراليين. يعني بالنسبه لي انا تبعت الفكر ديال الليبراليين من خلال يعني الوزاني ومن خلال حزب الشورى والاستقلال. هنا غادي ندخل للليبراليه، ملي مشيت كنقلب لقيت مجامع من كل ليبراليه شويه، عنده فكر الانوار خدا فيه الامور اللي كتب عليه هو المنوار، عنده السادس عشر الموسوعيين موجودين بقوه، يعني الانسيكلوبيديين موجودين عنده بقوه، عنده الامور ديال ليبراليه القرن 18 خدا منها اللي بغى، ليبراليه القرن 19 خدا منها اللي بغى، يعني انه مشى مع ما يحتاجه المغرب من مختلف المدارس، تعامل مع المدارس كامله. في المكتبة ديال النهار اللي شفتها وتصبحتها كاين الأكثر حضورا
واجه استوار في الميديا خصوصا فيما يتعلق بالحريه ما يتعلق بالمراه هو اللي موجود كتب كاينه كتابات ديال مونتيسكيو ديال جورجاك روسون كاين حتى روايه شكسبير موجود بس رغم انه هو دائما تيقول في كلامه ما كانش مهتم بالادب يعني هادو كاملين موجودين كاع الامهات موجودة كاين سبنسر يعني كاع الامهات موجوده في المكتبه ديالو بمعنى انه ربما كان كيقرا من هنا ومن هنا وكيشوف اشنو اللي غادي يوالي من المغرب هو اللي كيشتغل هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه فيما يتعلق بتجدير الليبراليه في المغرب هو كاين بزاف ديال المشاكل من ضمنها حتى سميتها تعبر السميه ماشي عربيه ما عرفناش ما قدرناش نعرفوا كلمات ليبراليه كاينه محاوله ديال احمد لطفي السيد في البدايات سماه مذهب الحريين ولكن جات التحيله مسموح لم تستعمل ما استعملتش اذا ما عندناش اسم ولا تحيل الكلمه في اللغه العربيه حتى حاجه يعني ملي كتقول ليبراليه في اللغه العربيه ما كتحيلك على ماشي بحال مثلا كلمه اشتراكيه اشتراكيه ترجمات بشكل معقول مقبول ملي كنقول اشتراكيه كنفهموا راه فيها اشتراك فيها واحد المجموعه بكلمة ليبرالية ما إذا اللي كيسمع هذا لا ما كتقول ليه والو ما كتحيلو على حتى مرجعية لا مرجعية لغوية ولا يعني كاين هذا الإشكال هذا ثم كاين عندنا جوج ديال الليبرالية إلا بغينا داكشي علاش أنا هضرت على الممثلات المشرقية الوزانية عندو الممثلات ديال الغرب اللي خداها باسمو عندي شي بحث كنت ناقشت فيه غير الأساتذة اللي قراو في العلوم السياسية في باريس يعني كبار اساتذه العلوم السياسيه في فرنسا في القرن العشرين كاملين كاع الجهاد كلهم قرايين ولكن بالنسبه لي كيفاش يوصل هذا الشيء للمغاربه باللغه العربيه رجع للليبراليين المشارقه الليبراليين المشارقه هو المدرسه الاساسيه عندهم المدرسه الفرنسيه انطلاق من الثوره الفرنسيه ميل الانتاج ديال المشرق في جوج ديال المدارس في الانطلاقه الاولى ديال الطهطاوي وديال المجموعه اللي هي المدرسه الفرنسيه لكن من بعد ولا هارولد لاسكي ولا واحد المجموعه ديال البريطانيين هذيك الليبراليه في مصر مخلطه فيها ديال الانجليز وفيها ديال فرنسا بقى هو دائما انتقادي دائما انتقادي في المساله ديال الاقتصاد اضعف ما كاين الفكر الوزني هي المساله الاقتصاديه داكشي علاش تكى على وايت باش يخرج من هذا هو فاهم عنده سميت شفت ادم سميت في المكتبه ديالو شفت ثلاثه الكتب اللي سميت ديال سميت شفتهم مي دائما كنقلب على الاقتصاد وموقفهم من الراسماليه ما كتلقاش شي حاجه بوضعها حتى من بعد الترجمه ديالو ديال وايت عاد ولات كتبان بعد الامور الاقتصاديه كاين تقريبا ملكي لا كاينه في الاصول ولكن بالنسبه لتطبيقها على المغرب واشنو شنو خصو يكون في المغرب هنا الاجتهاد كان ضعيف هنا الاجتهاد كان ضعيف بشكل كبير ثم المرحله المنفى هنا تحول قوي قبل المنفى هو الزاني علماني واضح بدون نقاش علمانيه واضحه بما في ذلك الاسلوب حتى الاسلوب الكتابه ما كتلقاش فيه شي حاجه اللي مي كيجيو في المنفى كيتأمل كيشوف ان اغلب المغاربه كيجيو واحد الاستقلال علاش؟ لان كيوظف العامل الديني اذا هو قلب على مدخل باش حتى هو يستقدم اكثر هنا مشى التوفيقيه كيقلب على تقصير الليبراليه في الاسلام ومن هنا جا الحديث على عمر بن الخطاب على ابن ابي طالب على واحد المجموعه ديال الاشياء اذا المساله راها ايديولوجيه اكثر منها قناعه بشكل كبير انا هذا المساله ديال الاسم الليبراليين دابا في الحمايه كان واضح هو الليبرالي في المنطقه الفرنسيه من بعد الاستقلال مجموعه الاستقلاليين احتموا ولاو ليبراليين نشات احزاب اخرى ليبراليه من مده مجموعه ديال الاحزاب هزت شعارات ليبراليه كتهضر على الليبرالي لكن ملي كتبان الصحافه ديالها ولا اشاره للليبراليه ولا عمود كيشرح للناس شنو هي الليبراليه بعض الاحيان هو كيهضر على الليبراليه وكتلقى كيهضر هو بشي حاجه واحده اخرى اذا هو ما عارفش شنو هي الليبراليه
عندي واحد الصديق وهو خارج كناقشوا واحد هذه المساله هذه ديال كناقشوا واحد الصديق هذه المساله كيقول لي هاد الناس رافعين شعارات ليبراليه وممارساتهم اقطاعيه شكون الليبرالي دابا الحقيقي هما الدريك اليسار جماعه اليسار هما اللي دابا شكون اللي كيضرب على الحريات شكون كيضرب على المراه شكون كيضرب على الطفل شكون كيضرب على حقوق الانسان اليساريين يقول لك الليبرالية هذا هو دابا اللي يقدر يبني الليبرالية في المغرب ماشي هما اللي كيقولوا الليبراليين اللي يقدر يبنيها هما اليساريين أنا رأيي هكا كتبان علاش لأنهم هما اللي مستمتين مع هاد الأشياء رغم أنهم كانوا ضدها واحد الوقت المرحلة ما هي أنا كتبدا الإنسان يقول لك هذه ترزية ديال الغرب وديال أمريكا وديال هادشي ما عندنا ما نديرو به حنا خصنا هذا الآن اللي كيدافع على الليبرالية اليساريين الكل واللي ممكن لو السلطة كتسمع في الحقيقة راه اللي ممكن إلا عندها شي نية حسنة راه اللي ممكن يبني الليبرالية راه هما لا ما غيبنيوهاش الآخرين لأن الآخرين راهم مجرد إقطاعيين بالدرجة الأولى بالشعارات بالشعارات الكبيرة نعم تا هما كاين تاقلب لا ما نظنش شتي ملي كتكون شي حاجة كاينة راه كاينة راه كتحكمك إي طبعا الفكرة كتحكمك بغيتي ولا غير نضطر ها ما بقاش يبان يا سيدي ربما حتى الدفرة ما خدات واحد يبان راه كلشي ناتر الرجل تكالبت عليه الامور من كل الجهات راه ما يمكن غير يوصل راه كون زاد عشر شويه راه يوصل حتى هو الخرافه ما كاينش زعما لان الدقات ملي كتتوالى كيولي الانسان كيترش لا اذا خدينا الكتابات الاولى وزني سلفي ليبرالي واضح بشكل حتى في الوقت مثلا ديال الحركه الوطنيه وجوده في صفوف السلفيه عمره ما كان سلفي علاش لانه كان لا كان مع الخط ديال الجماعه ولكن برؤيه واحده اخرى في الوقت هو اللي كيحاربوا الطرقيه كيحاربوها بتهمه التحريف الديني لا هو كيحاربها بتهمه نشر الخرافه ومن هنا نهار اللي جا شكيب ارسلان وقال للوطنيين بدو وقفوا هذا الصراع بيناتكم على المستقبل انه هو الاستعمار جوج اللي ما وقفوش الوزاني ومحمد غازي محمد غازي بعمقه السلفي والوزاني بعمق الليبرالي كيقول لك انا ماشي هذا هو الاشكال الاشكال وهو ان هاد الناس كيمشيو للخرافه والخرافه كتعطل اي تقدم في المستقبل جميع الامور حتى من بعد راه ما كانش يسلم الليبراليه راه يولى غير الاسلام اللي كتقرا الكتابات ديالو اللي في الاسلام راه كيقلب على كيفاش يمرر الليبراليه من خلال الاسلام ماشي كان كيدخل الليبراليه في الاسلام وهنا الفرق ما الفرق ما بينه وما بين التوفيقيين ديال الشرق يعني الفرق ما بين الوزاني وما بين التوفيقيين ديال الشرق هو هذا من هنا هو راه كان شكرا لا هو وهنا راه كيبرد الازمه النفسيه يعني وقتاش كنتحولوا لشي واحد غير كينصح
بارك سلام عليكم. أيه طبعا هذا هو إذا شكرا. بما هي السلفية هي الوهابية في حقيقتها يعني. والغيبة تعطل بها من بعد وليس إيمان تعطل ليس هي وكيف فيها إشكال المتقرر والسياسيون ما عندها في السلفية ما عندها وهابية وما عندها طرقية أنا أقول لك غير طرقية في المغرب مثلا عندها طريقة عندها تبعات 100 مليون في العالم أكبر عيد في العالم والعاصمة ديالها في المغرب لا حسون ولا ولي تتقرا تراث الكتب ديالهم تلقى ديك الشيء روعة منتهى الروعة ولكن المتقاربون بينه وبين حجوم لا حنا حنا ماشي كنهضروا على السلفية ولا على الطرقية حنا مؤرخين كنخدموا على صراع كان بين جوج ديال الاتجاهات واحد الوقت كنهضروا على ذاك الصراع أما أمور السلفية خلينا هاد السلفية وأمور الطرقية خلينا هاد الطرق حنا غير كنسجلوا في موقع التجارة لكم جميعا شكرا شكرا هاد السلفية اللي كنتكلموا عليها هاد الطرقية اللي كنتكلموا عليها تقرا عليها شوية في الأمر يعني نخلوا العباد ديالها بحريرة ماشي انتم واحد مستقبل كذا المريدين وكذا وكذا لا أخرى كنا كنمشيو وراه كالقطع لا خذوا هذيك الكتب قراوها وانصروا عليها بالعمر كمؤرخين وحتى السلفية الوهابية شكون من شعاها؟ لماذا؟ شنو نديرو شنو دراسة السلفية؟ إن شاء الله شكرا شكرا أكيد إشكال خطير عندي سؤال بعد سماح عفوا بعد سماح كنا نتحدث عن مشكل الليبرالية وفكرة يعني انتقائي لكن انا لما درست محمد حسن البلداني هذه تقريبا سنتين او ثلاث سنوات حول شهره الدنيا العراقيه وطلعت على تقريبا كتب لم اجد مصطلح الحداثه او الحداثه واعتقد ان هناك خلط بين الحداثه والتحديد والليبراليه في الدين اعتقد أنه ما يمكن أن يعبر عنه بالحداثة لأنه أخذ من المستديرين وأخذ من فكر القرن السادس عشر السابع عشر يعني فكر المستدير إلى آخره ثم أخذ القرن التاسع عشر يعني فكانت هذه كلها محطة الحداثة وربما وفي ذهنه اختلطت لا يستعمل مصطلح العصر العصر دائما يستعمل مصطلح العصر ماشي هي الحداثة ولا التحديث يعني ما هي الفلسفية ثم متعلق بمشكلة الدور أو صعوبة تجدر الليبرالية في المغرب لأن في الواقع دائما تصادف ظروف غير ملائمة خلال الاستعمار كان مشكل الاستقلال ومشكل قومية مهمين كانت القومية عن الوطنيين مهمين على فكرة أخرى إلا عند محمد حسن الوزير رحمه ثم بعد الاستقلال مشكل كان العائق ضد الليبرالية هو الفكر اليساري اللي كان هنا ثم بعد هذا بعد انهيار الكتلة الاشتراكية في الإسلام يعني هذه كلها معوقات تساعد في ربما في اعتقادي في تجدر الفكر الليبرالي وقصده بقي صحيح اليومين هذا الفكر الليبرالي عندنا صحيح وإن كنا نؤمن ببعض أشياء منه كالحريات كالديمقراطية كالتر وإن كان هذا كله لازال فيه ما ينقل شكرا جزيلا اعطي الكلمه الان للاستاذ جليل السي محمد بل سيدي شكرا لن اطيل فقط العلاقه ما بين ديكوبات والسواسمين مترجم كتابات السواسمين للغه الفرنسيه هو ديكوبات كان السواسمين كيزور ديكوبات فرنسا وديكوبات كيزور السواسمين في انجلترا المسألة الثانية نختم بها علاقة ديبوات بالوزان يجب أيضا مراجعة الكتابات الأخرى التي كتبها أو تركها
دي بوات كاين امتدادات اخرى في الجانب الاقتصادي للشعب الشمالي. وكان القراءه لم يترجم ليس معناه انه لم يقرا. انا نقول واش الطرفه ما ترجمهاش اقتصادي ما ترجمهاش قراءه. ولكن الكتابات الاساسيه ديال دي بوات كانت حول الاقتصاد. حول الاقتصاد واش قراءه واش كنعرفها واش هذا سؤال مطروح. هذا سؤال مطروح وكان هو اقتصادي دي بوات كان اقتصادي وقانوني ايضا قانوني. الانسان الوحيد اللي عنده حول لو كان غير مركز على الحريات ولا على دور الدوله في التقدم. يتم هو الاضافه المسائل تفضلت اشاره بسيطه. وهو محمد بن حسن الوزاري في الفتره ديال الملفه ديالو في انزال. وإلا بغينا نشوفوا هذا محمد بن حسن الوزاري في انزال حنا درنا واحد الزياره لانزال لمنطقه ملف حزلان 1994 وشفنا التأثير ديال داك المنطقة ديالو ديال المنطقة ديال الإنزال كيفاش تعثروا بمحمد بن حسن الوزاري لأنه ما كانش راهو مسدود عليه في واحد السنة وإنما راه كان تما في الجبهة ولكن كان معاه واحد الشخصية من الخبيسات ولا واحد من الخبيسات سميتو معايد. هذا واحد الإنسان بسيط جدا 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 بسيط واختار باش يديه معاه. كان هو المصاحب ديالو لا في اللون لا في كل شيء وتأثر به. وكان محمد الحسن الوزير تاعي القضية ديال الليبرالية وديال الاشتراكية وديال راه رجع للإسلام محمد الحسن الوزير هذيك الفترة أي رجع للإسلام وعاد كيفاش عاش مع هذوك الناس البسطاء. حنا مشينا مع عندهم وشفناهم كيفاش من لا شيء. إذا كان منفى خيرا عليه كان خير علي وخير لهذوك الناس. راه واحد الانسان الناس تما اللي ولاو هذوك راه ولاو شوريين كاملين تقدم لا تقدميين تقدم لواحد العام شي عام سبحان الله. راه هنا فين كنشوفوا التأثير ديال محمد بن حسن الوزير تما تما واحد القضية اللي محمد بن حسن راه كان وزير خارجية شي شهر ونص وجاب وزير دولة ممكن وراه وعفية وهو في القاهرة ودار 20 يوم لا استقل قدم استقالته قبل ما يتعفى لا ولكن تعفى وهو دار 20 يوم في الشهر الاشاره هنا ما كتجي ومن جاتو الاجره ديالو خدا 20 يوم هذا الشيء القديم تاع فوليا خدا 20 يوم ورد 10 ايام وما استطاعوش اي واحد باش ياخذ واحد خدا شرطه البلدك خرج علينا شرطه شكرا 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 إذا سمحتي والله ما طولوش إذا سمحتي والله ما طولوش ماشي بشي حاجة طيب الله يجزيك خير على هذه المسألة اللي فيها المنفعة. الأستاذ شاف واحد المسألة هو أن الوزاني قبل المنفعة كان علماني وبعد المنفعة مشى الجانبية على أساس استقطاب. لا المنفعة والسجن ما كيخليكش تمكن في الاستقطاب كطرح أسئلة وجودية. أنا ثلاث أيام عشتها مع فأقبل الكردوس في المنفى اللي كانوا فيه الوطنيين مع سي محمد الفاسي ابراهيم الكتالي عمر بن شمسي عبد الرحمن بدو هذو كلهم اللي كانوا فيه وحكوا لنا على شنو عاشوا تما راه تما كيوقع واحد الناس دير مراجعه نقد ذاتي مراجعه الناس طرح الى وجوديه وفي مساله ميل الدين ماشي ميل سياسي راه ميل وجودي فردي شخصي وجداني جدد الفكر ديالهم. طيب سي بوزيس هذا اللي بغيت يكون هو الزاني عضو ضمن الجيل اي جيل مع الاسف في العربيه ما عندناش الكلمه سي موفونس موفونس ناسيونال ما كاينش كلمه بالعربيه الترجمات كلها ما كاينش هذا هو المشكل اللي عندنا لان عندنا مشكل في قضيه التعدد موفونس في لا ديفيرسيتي موفمون في ليبيسيتي عندنا هذا المشكل في الدماغ ديالنا. اذا هو ضمن هذا كاسمانه الوطنيه المغربيه بتعدد مشاريعها. هذه الوطنيه المغربيه مختلف الامور ديالها عندها واحد المشكل في بالورث الفكر العصري ديالها. عندها طموح الفكر العصري ولكن عندها حدود في هذا الفكر العصري وهذا علاش كيوقع هذه الامور اللي كتلاحظوا الانسان مش هو الانسان. خذوا عبد الكريم الخطابي مثلا عبد الكريم الخطابي ما قبل 1921 عميل
15 ما بين 21 26 ممكن تلقى امور توريه امور كذا يمكن مخطبط المنفى ولا كيتأملوا كيدير امور يمكن مخطبط 47 63 اخ مسلم الامور كتبدل هكذا والبعد ملي كيوقع البعد نتاع هاد الامور عندهم كاملين غادي نلقاو كلهم كينتجوا كيتأملوا ينتجوا على الفاس ملي كان في مصر تما نجنق الذاتي احسن ما انتج المهدي مبركه من ابعد في الحزب ولا اقليه انتج اختيار التوري احسن ما انتج اذا هاد الامور ما نبقاوش على شخص ضمن مجموعه لذلك ملي كنجيو للتقبيل والامور داك الكلمات راه ماشي اتفاق لان راه نفس المجموعه وكيكون عندهم واحد كيكون عندهم واحد البعد لا كيولي الخلافات الماضي اللي كانت ممكن دمويه كاين واحد البعد عليها وكيولي كيتشاف المشترك اللي كاين وهذا المشترك اللي كاين هو انهم لم يفلحوا العبور الحداثه وهذا علاش كاين هذا الفعل ما بين الحداثه والتحديث مودرنيتي مودرنيزم راه عندنا التجربه دابا المودرنيزم عندنا كاين الحداثه هضره اخرى هذا ملي كناخذوها كمجموعه كتعطينا اناره اخرى وكت شويه كتقرب الخلاف شكرا مزيان عبد الرحمن انا ملي تزرع عليها بغيت انا نجيب شهاده ديال واقعيه كنشكر الاساتذه وسمحوا لي لان انا ماشي تخصص لا في التاريخ ولا في السياسه ولا غير شهاده غادي نجيبها هذا سميتو انا التحول ديال الاستاذ الحسن الوزاني اللي قلتو الميولات ديالو سي الحسن الوزاني ربما ما عرف واش هو طلب ولا ظروف جابتو لتما للزر لان الزر خصكم تعرفوا التاريخ ما اهمله التاريخ اللي قال لي سيدي الاستاذ الله يرحمه اللي كان رئيس المجلس العلمي وكان مدير مدرسه تما مدرسه حره المهم اللي كان تما كان هو فجاه صاب ناس معتزله الناس اللي مشاو للزر خرجوا حتى على الطريق باش يبقاو بوحدهم باش يتعبدوا لما كيعاودونا كان جاي يمكن الحسن الاول قال لهم يلاه تمشيو لان كانوا كيقولوا شرفا الله اعلم يلاه تمشيو للكناس ونعطيكم اراضي وهذا قالوا له حنا الماء والعواد والرزق على الجواد اللي كانت كتقال ومن ما كان في التاريخ على الزر هو ان كانوا فرانسيس فاجو باش يفرقوا بين العرب والامازيغ كانوا داروا داك القضيه ديال ازرف باش يفرقوا باش يبداو يحكموا تما وحتى باش الشريعه ما تبقاش حتى الاسلام باش يحاربوا ازر هي القلعه الوحيده اللي بقى فيها سميتو قاضي كيحكم بالشرع وكان مسجد وكانت هاد المدرسه حره اللي كان المدير ديالها سي دريستوف اللي جابوه من القصر الكبير بقى داير رجع من بعد توفى وكانت مدرسه حره بإيحاء من الاستاذ الحسن الوزاني وحده اخرى كان المدير ديالها الاستاذ حجي نسلا انا في ذاك الوقت وكانوا في الزر كانوا جوج مدارس حره ومدارس حره ماشي الفلوس ولا الناس اللي كانوا واحد المجموعه الناس اللي كانوا عندهم امكانيات هما اللي كانوا كيمولوا داك المدارس وكيف قلنا على التاثير ديال الاستاذ حسن الوزاني تما في الزر ان حتى الفكر ديالنا حتى حنا تغير لان حتى تما بعدا ما كاينش داك الساده ولا اش كيمشيو ولا يذبحوا ولا فكان كان التاثير ديالو كثير على داك الشيء وكانت المحبه ديال الناس معاه باش ما نطولش عليكم زعما ان الدليل هو ان احنا مازالين علاقه بين الناس والعائله ديالو الحمد لله وشكرا grâce à la présence de mon père. Moi, j'ai eu des témoignages, de nombreux témoignages, des avocats, des médecins. Et ça reste toujours. Et ça reste toujours. Vous voyez, ça reste toujours. Qui est très importante à Isère, grâce à la présence de mon père. Parce que mon père, quand il était là-bas, il appelait les parents et il leur disait, attention,
vos enfants doivent être, avoir une éducation, ils doivent aller à l'école, ils doivent poursuivre leurs études jusqu'au bout. C'est, la, c'est l'avenir du Maroc qui est en jeu. Et de là-bas est sortie toute une élite et tout un esprit très important, intellectuel. Moi, j'ai eu des témoignages. J'étais à une réunion là-bas et il y a plein de gens qui, se sont, qui m'ont dit que c'est grâce à la présence de votre père qu'on est médecin, qu'on est... Vous, vous êtes médecin, voyez, etc. Il y a tout... Chbahto, il est de là-bas. Chbahto, il est de là-bas. Donc, il y a toute une élite. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de professeurs, de, etc. Et c'était grâce à, la, à l'empreinte. La, et mon père faisait venir les parents. Et il leur inculquait que c'était important de leur donner une éducation et de leur donner vraiment une certaine culture et même de poursuivre l'université. Et c'était le but qui s'était donné. Et je suis très fière de ça parce que... Vous savez, quand j'ai construit le centre, justement à l'emplacement de cette école, en fait, juste là, là où mon père était emprisonné, vous voyez, et on m'a dit que vraiment c'était, c'était une école très vivante avant, etc. Mais depuis l'Esterclène, il n'y avait plus rien. Et c'est pour ça qu'on m'a donné donc le l'emplacement. Et voilà, donc et on essaie de poursuivre ça et de le rendre vivante la présence de mon père encore là-bas. Merci. Voilà. Marcel Jalil Sidi Boukhali, Marcel Jalil Sidi Al-Mahalafi, Jibati, Jamia Al-Ala, والمركز يدعوكم إلى مأدبة غداء لنعود ومواصلة جلسات ما قبل بعد الزواج على الساعة الثانية ونصف شكرا للجميع أستاذ صباح تمس عليك